السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. انا النهارده جايه لكم فيديو جديد من مكان جديد خالص. احنا النهارده موجودين في مول سدناوي، احنا النهارده موجودين في محل الطيار فاشن في وش الاسانسير الدور الثاني محل رقم 18. عايزه اقول لكم في شويه موديلات تحفه هنعرض النهارده في الفيديو، الشتوي والصيفي، والصيفي عشان خاطركم عليه عروض، تابعوني لاخر الفيديو. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. بصوا بقى يا بنات، احنا دلوقتي طلعنا محل الطيار الدور الثاني. انا عايزه اقول لكم هو قدام الاسانسير على طول اهو، لو مش هتطلعي بالاسانسير هو تاني دور السلم ورانا في ظهرنا، هتلاقي المحل في وشك وانت طالعه. ما شاء الله المحل كبير، هتشوفيه على طول الطيار اهو. ورينا بقى الموديلات الصيفي. بصوا يا بنات، دي كده ممكن نلبسها على كوتشي، في منها مقاسات والوان، تلبس لحد 120 كيلو. قطن بيور معالج ضد الانكماش، عشان الناس اللي بتسال على الخامات. بصوا التطريز بتاعها، التطريز بتاعها على قطن، عايزه اقول لكم محمله حلوه قوي. عندي منها اكتر من 6 الوان. 6 الوان، اكتر من 6 الوان يا بنات. برده حاجه زي كده، ده كومبو مطرز كده برده، كام بيور. بصوا يا بنات، تلبس لحد 120 كيلو برده، تلبس دي كم. دي كم يا بنات، تلبس لحد 120 كيلو. برده في منها الوان. الاسعار اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي دي بكام؟ دي يا بنات لازم لما نيجي هنا نقول ان احنا جايين تبع قناه شيماء الجهري علشان تاخدوا بالاسعار اللي احنا هنقولها دلوقتي. اي عبايه موجوده هنا في الدولاب ده ب 150 جنيه. كل الموديلات اللي احنا هنتفرج عليها ب 150 عشان متابعين قناه شيماء الجهري. ما تنسوش لما تيجوا تقولوا عايزين بقى تجار، عروسه بتجهز، حد من المحافظات خارج بره، خارج مصر، في شحن لبره مصر مش كده؟ للدول العربيه بس. الدول العربيه. تمام، عشان نبقى واضحين بس يا جماعه، هو للدول العربيه بس عشان ما حدش يزعل مني. بس كل الموديلات موجوده بكل الالوان بكل المقاسات، والعرض اي عبايه ب 150 جنيه. اتفضل. الصيفي ده حاجات جميله قوي، دي خفيفه قوي، حلوه دي. موجود منها درجات الوان كتير بقى. جميله العبايه دي، جميله قوي. تلبس لحد 120 كيلو. يعني انا عايزه اقول ان انتوا عندكم هنا يعني اكبر حاجه 120، لحد 120 130 كيلو يعني. 120 130. تمام. بصوا يا بنات بقى، التفاصيل دي بتبقى حلوه قوي، لو هتحطيها تقابلي بيها حد مع الطرحه شكلها جميل جدا، وفيها الوان كتير تقدري تحطي عليها، يعني تختاري الطرح اللي انت عايزاها. برضه خامتها معالج ضد الانكماش، بيور قطن، بيور معالج ضد الانكماش. يعني للناس اللي عندهم حساسيه، عشان انا اتسالت السؤال ده كتير، الحاجات دي تحر؟ دي كويسه طبعا. لا ما فيش. تمام. برضه حاجه زي كده. العبايه دي حلوه قوي. التطريز بتاعها حاجه على الجنب كده من هنا برضه. بصوا يا بنات، بصوا كم واستك، تمام، حلو قوي. بصوا الموديل بتاع الكم، درجات منها الوان كتير برضه. تمام. اللون الاصفر مع النبيتي او الاحمر ده حلو قوي. بصوا الشغل جاي ونازل على ورا كمان، جميل وخفيفه على فكره، ما تحرش. لا ابدا، جميله جميله. حاجه زي كده برضه، الله دي حلوه قوي. مركب حزام برضه معاها نفس الطريقه، حزام كده. بصوا ما شاء الله، خليجي، حاجه كويسه. مقاسها حلو قوي، خليتها قطن بيور معالج ضد الانكماش. دبل كلوش، بيتها بيور قطن معالج ضد الانكماش. تمام. بص الكم بتاعها برضو، تفاصيل الطرحه بتاعتنا ألوان. اكتر من 7 الوان. تمام. تلبس لحد 120 كيلو، تلبس لحد 120 كيلو. خلينا متفقين، انا بعرض لكم لون واحد دلوقتي، بس انتوا لما تيجوا هتلاقوا الوان كتير جدا. الوان كتير، كل ده عروض برضو ان شاء الله، خصومات للمتابعين بتوع حضرتك. الله يخليك. انا عايزاكم يا بنات تستفادوا من الخصومات. الناس اللي عايزه لسه عبايات صيفي، الحقوا العبايات قبل ما الموديلات بتاعتها تخلص. انا عايزه اقول لكم في موديلات حلوه قوي، بصوا جميله وواسعه ورقيقه جدا. بصوا الشغل فين، على طرف الكم وفي العبايه من تحت، شكلها رقيق قوي. بصوا وخامتها ناعمه قوي برده، كل الالوان، وتلبس لحد 120 كيلو. تمام. الله، بص دي طبعا ليزر ما بيطلعش، يعني ده تغسيليه ده وغساله، الخد ده لا بيغير لون ولا بيغير. خامتها جميله بجد يا بنات، حلوه قوي. دي منها 150. 150 حلوه قوي، دي جميله جدا. اتفضل. برده تلبس لحد 120 كيلو ومعالج ضد الانكماش. تمام. الله جميله قوي دي. دي بحزام برده كده، بصوا شغلها ورا وقدام. بص بص بقى ورا، حلوه جدا. هي ليها معاها حزام. جميله قوي دي يا بنات، وفي منها الوان برده. في منها الوان كتير. برده 150، وتلبس لحد 120 كيلو. تلبس لحد 120 كيلو، وقلنا يا بنات في منها الوان ثانيه. حلوه قوي. برده حاجه زي كده. اه. الموضوع عامل زي الدرس كده.
اللي يعجبه موديل يا بنات احنا ما بنجريش بالكاميرا، الحاجه موجوده اعملوا سكرين شوت علشان لما تيجوا تطلبوا اوردر شحن او حاجه يبقى سهل ليكم ان انتوا تطلبوا على طول. تمام، وانا برده هسيب لينك التليجرام، التليجرام موجود عليه الصيفي، موجود عليه الصيفي بس مش نفس الاسعار. لا مش موجود عليه، هو مكتوب بس خصومات. تمام ان شاء الله خصومات حلوه. تمام، احنا هنعرض الشتوي برده ان شاء الله، هتلاقوا كل موديلات الشتوي بالاسعار موجوده على التليجرام. تابعوني بس لاخر الفيديو. بصوا الموديل ده حلو قوي، اكتر من 5 الوان او 6 الوان. اه اكتر من كام لون؟ حوالي 6 الوان. 6 الوان اه تمام. اه ده بس لحد برده 120 كده. انا عايز اشوف اللي جايه دي بقى كده جميله قوي. اه انا لفت نظري للكم بتاعها كده طالع حلو قوي، جميله قوي دي. عايزه اقول لكم شكلها مريح جدا. ده ميديوم، ده اول مقاس. اه في مقاسات منها. اه جميله حلو قوي. 150 جميله يا بنات. انا عايزه اقول لكم نعم قوي، حلو قوي دي. تمام، في منها الوان ثانيه طبعا. اه في درجات الوان ثانيه. يعني احنا مش بنصفي الصيفي ومفيش الوان، احنا بنصفي وكمان في الوان وفي مقاسات. لا في كلها موديلات جديده يعني. تمام، دي برده يا بنات بحزام اهي. بصوا برده التطريز على الكم، انا عايزه اقول لكم حلو قوي برده، دبل كلوش والابيض مع الزهري جميل. اه بس موجود منها درجات الوان ثانيه، موجود منها الوان ثانيه. تمام، لحد 120 كيلو جرام. لحد 100. هو اصلا ده مقاس كام؟ ده مقاس 2. مقاس 2 اه تمام، سيه كبيره. اه كبيره كده الشغل ده برده. الله حلو قوي دي. بصوا برضو يا بنات التطريز اللي بيبقى جاي من الجنب ده بيبقى رايح برضو على ورا، الوان التطريز بتاعها مع الابيض حلو قوي. اصلا اللون الابيض بتحس ان هو زي لوحه وبتلوني عليها براحتك، حلوه جدا. 150 جنيه. تمام، احنا هنا يا جماعه الناس اسعارهم واحده وثابته، مفيش تغيير في الاسعار. المكان هنا مكان محترم جدا، ملتزم بالاسعار اللي بيقولها. بس انتوا ما تنسوش ان انتوا تقولوا ان انتوا جايين تبع قناه شماء الجوهري علشان تاخدوا بالاسعار بتاعتنا. بصوا الموديل ده كمان، دي دبل كلوش جميله حلوه دي. في درجات الوان منها كتير برضه، عندي حوالي 8 الوان منها. اه 8 الوان. اه لابس لحد 120 برضه. تمام، 5 ليون قطن معالج بالبرين. انا بحب اللون الاحمر، حلو قوي دي. اه ممكن اربط حزام معاها كده يبقى هي بالظبط. دي تتحط مع حزام، تتحط مع كوتشي، تقدري تنزلي بيها على فكره. حزام ابيض نفس الحزام ده كده. اه تمام. بصوا يا بنات لو حطينا الحزام كده، تخيلوا كده اهي الفرنشة بتاعتها بيضة مع الحزام، حلوة قوي فكرتها، جميلة جدا. 150 جنيه برضه، عندي منها 7 الوان. الحزام لوحده بيتباع؟ يعني اقدر احط اي حزام انا عايزاه؟ اه ممكن براحتك كده. تمام، الفراعنة دي بقى انا بحبها. بصوا لا لا بصوا المقاس يا بنات، والله اهو انا دراعي اهو فرداه، بصوا اهو فرد الدنيا، حلوة قوي. منها درجات الوان ثانيه برضه تلبس لحد 130. بصوا لكم جميله جدا العبايه دي، وخفيفه وطريه جدا، حلو قوي. 150 جنيه. اه معالج ضد الانكماش برضه. اه برضه حاجه زي كده. الفروع دي حلوه قوي. اه حلوه دي برضه قوي، ولونها جميل عامل زي فروع الشجر كده. اه بصوا زي السنبله كده يا بنات. بصوا هي ساده خالص، هو الشغل بتاعها من فوق وعلى طرف الكم. عايزه اقول لكم جميله جدا برده، في منها مقاسات والوان. ده المقاس الاولاني، بصوا المقاس الاولاني حلوه، حاجات كلها اقساط خليجي، حاجه كويسه. اه الاناناسه دي طريه قوي دي على فكره، حلوه قوي دي، تقدري تخرجي بيها. دي الخامه بتاعتها سامحه لك ان انت تخرجي بيها، جميله دي برضو يا بنات مع حزام. انا طبعا يعني ممكن نربط معاه الحزام الرفيع ده اللي قلت لحضرتك عليه. اه ممكن نحط يا بنات الحزام برضو ده كده معاها. ليه انا قصدي واخد من اه بصوا مع كوتشي او صابوك كده، انا عايزه اقول لكم حلو قوي، جميله العبايه دي انا بحبها. في منها الوان ثانيه، منها الوان كتيره. تمام جميله قوي دي. ما ننساش ان اي حاجه جوه الدولاب هنا يا بنات ب 150 جنيه، بس ما ننساش نقول ان احنا جايين تبع قناه شماء الجوهري. برضه حاجة في التبس دي جميلة طبعا، دي احنا عارفين ناس بتخرج بيها كده مع كوتشي. جميلة حلوة قوي العباية دي، خامتها اه بالظبط، خامتها برضه بصوا ناعمة قوي حلوة. تمام، وبرضه يا بنات دبل كلوش عشان خطوتك تبقى براحتك. تمام، دي الإسلامي ألوانها جميلة جدا، المستردة مع البيج والأسود تحفة، حلوة قوي. بصوا يا بنات عندي درجات ألوان تانية اه، جميلة قوي، جميلة قوي دي، حلوة قوي.
تمام. انا عايز اقول لك ما شفتش ترتيب الالوان ده في حته جميله بصراحه، وفي عندي الوان كتير برضو منها. تمام 150 يا بنات ما ننساش. اي عبايه جوه الدولاب هنا ب 150. بصوا برضو دي التطريز بتاعها الجاي لغايه تحت اهو، حلو قوي. خامتها برضو بيور معالج للانكماش كم كم اهو، جميله جدا حلو قوي. برضو حوالي 6 الوان، 6 الوان، وبرضو لغايه 120 كيلو. لحد 120 كيلو 130 ان شاء الله. تمام ان شاء الله. برضو حاجه زي كده، الله دي حلوه قوي برضو. كلها في منها الوان كتير. خامتها بصوا الخامه حلوه قوي، طريه جدا، ودرجه الاصفر بتاعتها درجه مش فقعه، درجته حلوه قوي. بصوا برضو يا بنات التطريز على الكم، والكم كامل، جميله قوي دي برضو. تمام عندي منها برضو الوان كتير. كل حاجه يا بنات في منها الوان وفي منها مقاسات. ده قطن، ده قطن، ده حاجه. الله دي جميله دي. اه دي تلتينكم. اه دي تلتين. اه بصوا دي لا هي عامله زي الفستان مظبوطه من هنا ونازله بقى. اه جميله دي، حلوه قوي. درجات الوان برضو منها كتير. الاطان ده برضو انا بحبه في العبايات، او بحس ان هو بيزيدها شياكه جميله. تمام دي شكلها عرايسي حلوه قوي، بصوا من البط للبط اهو، جميله. والكم بتاعها برضو عليه تطريز كده من النص هنا، بصوا جميله قوي. طبعا الحاجات دي حلوه قوي للعرايس لو بتجهزي، لو حد عايز يبدا مشروع، لتجار الاونلاين، لتجار الجمله، الحاجات دي دلوقتي نلحق نجيبها. في منها مقاسات، احنا مش بنصفي حاجات مش موجود منها مقاسات ولا الوان، كل حاجه موجود مقاسات والوان منها. سريات كامله يعني، كل موديل كامل. تمام واي كميه انتوا عايزينها بدرجات الوان كتير. بصوا خامات بيور كلها يعني. بصوا التطريز، تمام. بصوا الشغل بتاعها دبل كلوش برضو، حلو قوي. برضو في الوان تانية منها. الله دي حلوة قوي، جميلة قوي دي يا بنات، وطرية برضو. وبصوا التطريز على طرف الكم من هنا برضو، حلو قوي. دي مقاس واحد، في منها مقاس اكبر من ده كمان. تمام. ودرجات الوان برضو حلوة. وفي موديلات كتير برضو مش معروضة هنا يعني. الله اه بصوا دي حلوه قوي، حلوه قوي قوي. بصوا ومقفوله كده من فوق برضو عشان الحجاب، على التفاصيل دي بتبقى مهمه قوي. حتى لو مش هتحطي حجاب وقاعده في وسط اهلك مثلا، خلاص دي كده تمام، انت شكلك مظبوط والحاجه مظبوطه في لبسها، حلوه قوي وطريه جدا، جميله قوي دي ب 150 يا بنات ما ننساش. برضو في منها الوان ومقاسات ثانيه. الزيتي بقى بصوا دي ناعمه قوي بقى. بصوا الكم الفانوس ده بيبقى حلو قوي. اه جميله. بصوا هي بتتشد من هنا. اه بتتشد، عايزه تقفليها شويه برده، حلو قوي. تمام. وليها حزام برده ساده. ليها حزام. اه اللي هو زي كده بس ساده. لا هو نفس الخام ده كده بس. اه 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 فهمت. اه ودي جميله قوي برده. دي هنا الحزام المتحكم فيها، دي كم اسباني. اه بص دي. اه دي الكم الاسباني اللي هي بتبقى واسع كده. اه تمام. الكم كده بدون حاجه تشجيره هنا مش موجوده. اه هي بتيجي على قد الكتف والباقي ده بينزل عمال. مش باين المقاس، مفيش مشكله. بصوا يا بنات هي عامله زي الفستان. اه جميله قوي. اه بصوا بتتوسع وبتتضيق من الحزام هنا، تقدري تلميها وتضيقيه وتوسعيها زي ما انت عايزه. درجات الوان برده منها 50 جنيه. عايز اقول لكم بتظبط مع اي جسم. بصوا يا بنات في اهو كمان المعروض ده. ده برضو ب 150. بصوا بقى كده، ولما تيجوا ان شاء الله لو في خامات ثانيه، لو في موديلات ثانيه هيقول لكم دول تبع العرض. بصوا كمان اه بصوا يا بنات انا عايزه اقول لكم عندهم تشكيله حلوه قوي. العبايه الصفرا دي تحفه، حلوه قوي. كل العرض الصيفي معمول لقناه شيماء الجوهري، ما تنسوش ان انتوا جايين تبع القناه تقولوا احنا جايين تبع قناه شيماء الجوهري عشان تستفيدوا بالعروض. اي عبايه صيفي ب 150 جنيه، في منها الوان وفي منها مقاسات.